HQ 0908 disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء بكم عظيم.
وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما عليك ألا يزكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما عليك ألا يزكى. وأما يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة صدق الله العظيم. Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penampilan Hafidh nomor peserta MHQ 0908. Hafidh nomor peserta MHQ 0908 merupakan utusan dari kota Pontianak.